الخرطوم طبعا منذ أيام، يعني منذ يعني عمليات الجيش في معسكر طيبة بالخرطوم، هو معسكر رئيسي للدعم السريع، ويعني إعلان الجيش استيلاء على هذا المعسكر، ظلت المعارك الحامية والعنيفة تدور بين الطرفين في محيط هذا المعسكر في الخرطوم وكل المناطق المجاورة إليه. طبعا بالتأكيد تتضرر كل السكان من حوله. القصف المدفعي الثقيل استمر منذ الأمس وحتى اليوم ما زالت هذه المعارك دائرة الطرفين في هذه المنطقة بصورة يعني مستمرة، وأحيانا يعني يكون هنالك نوع من الوقوف ربما في ساعات متأخرة من الليل، ولكن تم استئناف هذه الاشتباكات بين الطرفين. أيضا في شمال مدينة أم درمان ما زال القصف المدفعي العنيف والثقيل مستمر طبعا أيضا، وأيضا في بعض مناطق بحري. إذن يبدو أن الاشتباكات بين الطرفين مستمرة على كل الأصعدة وفي المدن الثلاث، أم درمان والخرطوم بحري. وطبعا مسألة أيضا تجميد المفاوضات يعني قضت على آخر الآمال التي كانت موجودة لدى السكان في الخرطوم، من هم موجودون ما زالوا داخل الخرطوم أملا في أن يكون هنالك نوع من إيقاف إطلاق النار بين الطرفين. الحديث والتلويح بفرض عقوبات أمريكية سهام على الأطراف التي تعرقل تطبيق وقف إطلاق النار، هل كان له صدى لدى الأطراف المتحاربة؟ كيف تفاعلوا مع الأمر؟ لا يبدو أن هذه العقوبات التي فرضت من الجانب الأمريكي على الجانبين الجيش السوداني والدعم السريع هي ذات تأثير كبير، لأنه ما زالت المعارك مستمرة بين الطرفين والاشتباكات، ويعني لا يبدو أن هذه الجهات يمكن أن تؤثر فيها هذه المسألة بصورة كبيرة. الجهتين هم كل طرف يرى أنه يجب أن يحقق النصر على الأرض. الجيش السوداني يعتقد أنه هو الجيش الرسمي وصاحب الأرض ويفترض أن يعني يفرض وجوده على كل الأرض السودانية. الدعم السريع منذ أن يعني أتي به إلى الخرطوم واعتبر كقوة رئيسية مساندة للجيش السوداني، أو أحيانا هو يحس أنه موازي للجيش السوداني، أيضا يريد أن يفرض سيطرته على الأرض. إذن الصوت الآن الأعلى لمن يفرض سيطرته على الأرض، يبدو أن الطرفان الآن سيلتفتان لمثل هذه العقوبات. هناك كذلك سهام تحذيرات من ارتفاع أعداد النازحين من العاصمة الخرطوم وتردي في الأوضاع الإنسانية وعدم القدرة على إيصال المساعدات للمحتاجين في العاصمة. أمام كل هذه المعطيات كيف يبدو الوضع، وإلى أي درجة يمكن أن تتداعى الأوضاع الإنسانية في العاصمة الخرطوم؟ نعم، الأوضاع الإنسانية في الخرطوم تزداد سوءا يوما بعد يوم. يعني طبعا المواد الغذائية الموجودة في تناقص مستمر وليس هنالك أي إمدادات تدخل إلى العاصمة. المساعدات الإنسانية المتراكمة في ميناء بور سودان والتي أتت من دول كثيرة جدا، هنالك الكثير من المساعدات التي أتت ولكنها ما زالت على ما يبدو موجودة في بور سودان. لم يرى السكان في الخرطوم أي شيء من هذه المساعدات، حتى في المدن الأخرى السودانية التي ذهب إليها مواطنو الخرطوم كنازحين هنالك يعني بعض الإعلانات يعني من بعض الجهات أو إعلانات موجودة أن هنالك مواد يجب استلامها للنازحين الذين أتوا من الخرطوم، حتى هذه لم يرى المواطنون الذين نزحوا منها شيئا. فعلامة استفهام كبيرة حول هذه المساعدات، يعني يتساءل عنها المواطنون أين ذهبت في ظل ندرة الأغذية الآن موجودة في الخرطوم، خاصة الدقيق، وأصبحت الآن الخبز يباع بأسعار أعلى مما هو عليه في ظل انعدام أيضا أو شح الدقيق الموجود أصلا في العاصمة. الوضع الإنساني على الأرض يبدو صعبا جدا، والنزوح من الخرطوم ما زال مستمرا برغم أنه هنالك بعض الضوابط التي أصبحت تعلن في بعض الولايات هنا هناك حول ضوابط الخروج والدخول إلى الولايات. وأيضا في الخرطوم الآن هنالك حركة خروج، ولكن الدخول إلى الخرطوم أصبح الآن يعني شبه هو ممنوع أن تدخل إلى الخرطوم.
ولكن يسمح لك فقط أن تخرج من الخرطوم. بعض الولايات أيضا يعني لديها الآن ضوابط صارمة في الدخول إلى الخرطوم. بعض الولايات خاصة الشمالية يعني تعمل على وضع ضوابط صارمة لدخولها، لأن بعض عناصر الدعم السريع بدأت تتسلل إلى ولايات أخرى وربما تريد أن توسع دائرة الحرب من الخرطوم إلى ولايات أخرى.